فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يجوز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ ويقول إنه لا بأس أن تطلب أن يستغفر لك. يقول: ما حكم مثل هذا القول؟ هذا كلام مبتدع ولا يجوز. الميت ما يطلب منه شيء، لا الرسول ولا غيره. الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابة على محبتهم للخير والاقتداء ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار، ما كان أحد من السلف الصالح يفعل هذا، فكيف نقول يجوز هذا؟ نعم.